عواطف الحوشان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. نورتينا. الله يسلمك. طيب أستاذ عواطف، كده إحنا يعني معلومات يعني قالونا من يعني من أول أنت متابعة معانا من سيدتي من سيزن اللي فات، طلعتي معانا كمان صحيح؟ نعم صحيح. وأصبتي بالسرطان وعمرك كان 45 عام؟ نعم صحيح. نعم. طب كم سنة أنا أبغى أعرف يعني عايشتي هذا المرض وكيف قدرتي تتعايشي معه وطلعتي منه؟ في البداية طبعا أحب أشكر رسانة خليجية والقائمين عليها، أنتم دائما مساندين الجمعية الزهرة الحمد لله في كل المناسبات، خاصة في شهر أكتوبر اللي هو الشهر العالمي لسرطان الثدي. جميل. باختصار تجربتي، أنا طبعا أصبت بالمرض وما أخفيكم أني خفت وانصدمت ومن التشخيص طبعا وبكيت، كلنا بشر، لكن أكيد. أهم شيء في الموضوع الاتكال على الله. أكيد. ونظرة الأمل يعني بالشفاء، حسن الظن بالله، وبعد هذا اتخاذ القرار مباشرة يعني بالعلاج في المستشفى. أنا عملت العملية الحمد لله وعملية الاستئصال وأخذت العلاج الكيماوي، ومريت أكيد بمعاناة من أثار العلاج الكيماوي، خاصة أنت عارفة سقوط الشعر والضعف الجسدي، سوء المزاج، لكن مع دعم الأهل وخاصة الزوج يخفف كثير من الآثار السيئة للعلاج. صحيح. يرفع المعنويات، لأنها ضرورية ارتفاع المعنويات حتى نتجاوز المرحلة هذه للشفاء التام. الحمد لله. هذا طبعا الحمد لله، هذا ما وجدته من عائلتي. طيب. والله الحمد. طيب أستاذ عواطف، الحمد لله على السلامة، وأكيد كانت مرحلة صعبة وفيها تحديات كثير، ودعم الأهل والزوج أكيد مهم عشان تتخطي هذه المرحلة. طيب كلمينا، هل واجهتي قصص سيدات مصابات بعد ما تعافيتي؟ قدمتي لهم دعم؟ كلمينا عن هذه القصص. واجهت كثير، وأقدر أقول لك من خلال برنامج عندنا في الجمعية. طبعا أنا لما أصبت بالمرض كنت أتمنى الكلام أو التحدث لصاحب التجربة مع المرض نفسه، لأن المتعافية لها تأثير كبير على المصابة، لكن للأسف ما وجدت في وقتها. فلما الحمد لله من عليه الله سبحانه وتعالى بالشفاء ولله الحمد، وجدت في جمعية زهرة مجال واسع جدا لدعم المصابات. طبعا على رأس الجمعية صاحب سمو الملك الأمير هيثم الفيصل، الدكتورة الفاضلة سعاد بن عامر، وجميع المنسوبات في الجمعية بدون تحديد لهم مني خالص الشكر يعني والامتنان، لأنهم أعطونا المجال في الجمعية. في الجمعية برامج كثيرة لصالح المصابات والمتعافية، منها برنامج سفيرات زهرة، أنا واحدة من السفيرات. حلو. هو عبارة عن مجموعة من المتطوعات ندعم المريضات في غرف العلاج الكيماوي. جميل. فنجد قصص كثير وناس كثير يعني استفادوا الحمد لله من دعم الجمعية. تعرفين وجدناهم، وبعد دعمهم بعضهم انضم معانا لبرنامج السفيرات، لأنهم وجدوا الراحة النفسية، ندعمهم نفسيا، نشوف حاجاتهم، يعني نوصلهم للجمعية حتى يستفيدون من الخدمات اللي تقدمها الجمعية طبعا، فالنصائح اللي نقدمها لهم. طب أستاذ عواطف، هل زاد الوعي؟ يعني دحين أنت أصبتي في السرطان وتعايشتي معاه فترة طويلة، تحسي من وقتها إلى الآن هل النساء والرجال أيضا زاد عندهم الوعي بالسرطان أو بسرطان الثدي بشكل خاص؟ جداً أكيد، وهذا يخلينا حتى نشعر يزداد عندي الأمل في الحياة الصحة والعافية. فأشوف عدد كبير من المتعافيات الحمد لله في ازدياد العدد، وانتشار الوعي بهالمرض، صارت الأعداد أكبر اللي تتواصل معنا في الجمعية، نشوف المستشفيات ومكان الفحص المبكر كثير توعوا الحمد لله. طيب. شيء طيب. أيوه. طيب أستاذة عواطف، ممكن تدينا رسالة وردية لسيدات سيدتي ولمشاهدات سيدتي لليوم؟ يعني 2017 لازم ناخذ من أستاذة عواطف رسالة وردية. إن شاء الله. أساسا في رسالتي أو نصيحتي للسيدات فرعين، أول شيء للسيدات عموما، النصيحة هي الحرص على الفحص المبكر، الله بالفحص المبكر. صحيح. حتى نتفادى انتشار المرض ونسبة الشفاء كبيرة جدا ولله الحمد في حال الاكتشاف المبكر للمرض. نعم. الرسالة اللي أوجهها لأخواتي المصابات، أقدر أقول أنت أقوى مما تظني، وفعلا أقوى، لأنه أحسن الظن بالله وبادري بالعلاج في المستشفى مباشرة، أيضا تجنبي النصائح بالعلاج الشعبي، صحيح القرآن
يعني ما حد يشك في فائدة الشفاء الحمد لله، لكن يكون بخط متوازي مع العلاج في المستشفى والاتجاه للأطباء. نعم. وأتمنى الجميع طبعا الشفاء والعافية. أيضا أنصحهم ب يعني أنصح المصابة تواصلي مع جمعية زهرة، وإن شاء الله ستجدين من يدعمك ويقف معك بإذن الله. إن شاء الله. كانت معنا أستاذة عواطف الحوشان، ناجية من سرطان الثدي وأيضا محاربة، شكرا لك.